كابتن علاء، انا التقيت بحضرتك اكتر من مره، وكان في موضوع دايما نتحدث فيه، وانا اظن ان انت الان في هذا المنصب لتعديل الكثير من الامور فيه، وهو ملف قطاع الناشئين في مصر. هو ملف شائك جدا، وكتير قوي نتجاهل حل مشكلاته في سبيل تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر، تعيين مدير فني جديد للمنتخب الاولمبي، ونتناسى ان احنا القاعده من تحت فيها الكثير من المشاكل. وانا متاكد انه انت رايح تستلم هذا المنصب هيكون ده من اولوياتك. اكيد ده واخد اولويات اولوياتي كمان. صحيح صحيح. لان احنا زي ما قلت لك يا كريم، كنت معاك اخر مره، احنا عندنا مواهب وعندنا كنز اسمه ناشئين. صح. وازاي نستفيد من هذا الكنز، وازاي نستفيد من ان اللي انت يعني اللي انت عايز تعمله بتلاقي ايجابيه. يعني زمان مثلا لو كنت تقول لعيب مثلا في معسكر بره 5 ايام، يقول لك لا ده عنده مدرسه، لا ده ما نقدرش. واخد بالك، يا دوبك بيروح تمرين واحد. النهارده اولياء الامور مستجيبين تماما لان اولادهم يلعبوا كوره ويلعبوا رياضه وتعمل معسكرات، تعمل ماتشات. فلازم نستغل هذا الكلام، لازم ننظم المسابقات بتاعتنا بما يليق بالكورة في مصر. لازم يبقى فيه شروط كده عشان والأعداد وحاجات كتيرة جدا في ملف الناشئين والأعمار السنية الصحيحة والأعمار السنية اللي مش صحيحة. ملف كبير هقعد أدرسه وهقدمه إن شاء الله لاتحاد الكورة، ونشوف نقدر نحقق منه إن شاء الله، والله المستعان يعني. صحيح. طيب، الفترة الماضية كان في تعيينات لمدربين لمنتخبات مصر المراحل السنية المختلفة. كنت لسه قبل ما حضرتك تخش معايا كنت بتساءل عن فكرة المعايير في تعيين المديرين الفنيين أو مدربين منتخبات الشباب والناشئين. هل حضرتك في المستقبل هيكون في معايير واضحة للتعيينات؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا طبعا. هو في الاجهزه محطوطه من قبل الاتحاد الكوره. تمام. لكن انا بس بحب اضيف حاجه تانية برضو، ان برضو هيكون في متابعه للاجهزه دي، يعني بما يتناسب مع فكرنا وبما يتناسب مع خطتنا. هنشوف الاجهزه دي شغاله ازاي، شغاله صح، شغاله غلط. تمام. هيبقى في تقييم. تمام. وبعد كده هتبقى المعايير موجوده في اختيار الجهاز الرجل المناسب في المرحله السنيه المناسبه. عظيم. مهم جدا، الرجل المناسب في المرحله السنيه المناسبه. عظيم. تمام. وفكره ريبيو، ولازم نبقى لينا دور في ان احنا نطور مدربينا ونصرف عليهم. احنا بنصرف فلوس والحمد لله، يعني اولادنا اولى بالفلوس دي بصراحه، يعني اللي احنا نطورهم ونعلمهم واللعيبه كمان نطورها ونعلمها. انا كريم، انا حزين جدا في الفتره اللي فاتت. هو مين مصر يمسك مدرب منتخب مصر؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده يتقال قصدي. لكن احنا طبعا لابد من ان احنا يبقى لينا دور كمان مع المدربين اللي هم اللي ماسكين الفرقه درجه الممتاز، ونعلمهم ونعمل لهم معايشات كويسه، وان مش نعلمهم يعني، نحطهم بقى في مدارس كبيرة، اللي هو يروح ويقعد مش اسبوع وعشرة، لا يقعد شهر، شهر ونص، شهرين، ونصرف عليه ويرجع حاجة كويسة جدا لمصر. لكن هنفضل بقى المدرب الفلاني في النادي الفلاني ومشي، يقعد يروح نادي تاني، مش هتجيب نتيجة يعني. صحيح. مين اللي في فكرة كده يعني؟ ان شاء الله يا كابتن، احنا واثقين فيك 1000000%.